وينضم إلينا أيضا دكتورة رندا جلال، أستاذ التخطيط الإقليمي والتنمية المحلية بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة. أرحب بك يا دكتورة رندا. بداية على أستاذة رندا، بداية على شاشة أكسترا نيوز، إذا استمعتي بالتأكيد لكلمة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ما أهم النقاط اللي تودين أو تسليط الضوء عليها دكتور أستاذة؟ أهلا بحضرتك. طبعا تعليقا على اللي اتقال النهارده من سياده رئيس الوزراء، انا كنت سعيده جدا لان من فتره طويله احنا بنبص لاثار القاهره وبالذات القاهره الفاطميه، كنا بنحزن ان المستوى تدنى، ولما بنخرج بره العالم ما بيبقاش فيه الاثار دي وبيهتموا بيها جدا وبيبقى عددها قليل جدا. صحيح. او اقل بكثير. يمكن احنا عشان طلعنا في قلب الاثار دي وشفناها فمش حاسين بالقيمة التاريخية ولا الثقافية اللي بتبقى موجودة. فالنهاردة لا، يعني سيادة رئيس الوزراء اتكلم بمستوى علمي عالي، وفعلا احنا عايزين نرفع من كفاءة الحضارة للقاهرة، المستوى الحضاري والثقافي للقاهرة العاصمة. حتى لو اتنقلنا العاصمة جديدة احنا عايزين نحتفظ هنا بالقاهرة الحضارية الثقافية اللي هي سلسلة سلاسل من التاريخ بتتجسد في أماكن القاهرة. أيضا أستاذة رندا، حركة التطوير تمتد لتشمل مصر بأكملها، إن كان الريف المصري، القاهرة التاريخية، يعني مناطق عديدة وعديدة. السؤال هنا يعني دخول الدولة، تطرق الدولة كل هذه الأبواب في كل هذه المجالات، ما الذي يعني ذلك؟ وخاصة أيضا ملف العشوائيات، لأنه هذه المناطق أيضا ظهر فيها الكثير من العشوائيات نظرا لإهمالها لسنوات طويلة. هذا الملف الذي كان يدعى سابقا بداء العضال ربما في مصر. هو حضرتك هي الملفات كلها مفتوحة لأنها متعلقة ببعض. صحيح. لأن العشوائيات جت لي في القاهرة، جت لأن في من المنبع من الأصل هو ما عندوش لا الخدمات ولا السكن الملائم ولا فرصة العمل، فبيجي في القاهرة. في القاهرة فين؟ يا إما على الأطراف، يا إما في الأماكن التاريخية، يا إما في أماكن كتيرة. فالمواجهة هنا احنا بنحل من المنبع، فعشان كده حضرتك هتلاقي في تطوير القرية المصرية وتطوير المناطق الريفية. صحيح. على أساس أحل من المنبع ونوفر ونعمل حياة كريمة للإنسان يقدر يعيش فيها، يلاقي سكن مناسب، طرق مناسبة، يلاقي مرافق مناسبة. يبقى أنا بعمل حائط فضل القاهرة إن أنا أحل من المنبع، ده أساس. الأساس الثاني إن أنا أرفع كفاءة القاهرة. القاهرة إحنا عايشين على آثار ومناطق ذات قيمة مهدرة. يعني لما نمشي جنب مجرى العيون، لا ده لو موجود في العالم هيتعمل نطاقات حماية ومناطق مفتوحة استخدامات كتير، زي ما بنشوف في الكتب اللي بتتكلم على التصميم العمراني والمناطق ذات القيمة وهكذا. صحيح. لما نرجع احنا نرفع هذا القيمة دي ونبرزها لشبابنا يحس بيها ويحس ان هي ذات قيمة، فده لازم يخش كمان حتى من الصغر، الأطفال يحسوا يعني ايه المكان ده ذو قيمة. تراث المصري العريق اللي كما ذكر دكتور مصطفى مدبولي، يا كنز القاهره التاريخيه، كنز من التراث الحضاري اللي بيحوي تقريبا 537 مبنى اثري، هو يعني قليل ما انه يكون موجود باي دوله. دكتوره، طيب القاهره متحف مفتوح. صحيح. طيب إعادة هذا الرونق الحضاري للقاهرة التاريخية إلى أي مدى يساعد ويشجع على عودة السياحة إلى هذه المناطق، وبالتالي إلى أي مدى سيكون له دور ومردود اقتصادي كبير على الدولة؟ هو سيادة رئيس الوزراء هو كان بيتكلم إن إحنا عايزين نرجع كل منطقة في القاهرة بالتخصص الوظيفي بتاعها. يعني نشاط الخيامية ان هم يقعدوا ويشتغلوا خيامية، ده نشاط اقتصادي. نشاط النحاسين، نشاط كل التخصصات اللي كانت موجودة، الصاغة وغيرها من الأنشطة بتنقرض لان يعني مفيش شباب مقبل عليها. طيب بتستسهل الشباب ان هو زي ما قال سيادة رئيس الوزراء ان هم بيشتغلوا على توك توك او كده. احنا عايزين بقى نعمل مبادرة أو آلية إن شباب المنطقة إزاي يحيوا الصنعة اللي كانت موجودة دي،
وتجيب له مركز يعني مصدر رزق، يبقى لازم برضو في آليات أخرى تتعمل. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتورة رندا جلال أستاذ التخطيط الإقليمي والتنمية المحلية بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة.